ست أم يوسف، حاضر ربنا يغفر لوالديك ويرحمهم ويجزيك خير على تذكرك، واعرفي أن البر بالأبوين دائم حتى بعد الوفاة. أعمل الخير وأوهبه، قراءة القرآن وأوهب ثوابها، الصدقة اللهم هب مثل ثواب كذا إلى روح أبي وأمي أو لمن أشاء، عملت أي شيء، كل أعمال البر ينتفع بها المتوفى، وتظل حلقة وصلات البر بالأبوين أو بمن نريد أن نصله ممن انتقلوا إلى العالم الآخر بصنيع الخير ووهب الثواب. وشكر الله لك جميل تذكرك لجميل والديك. وبالنسبة وحاضر نتذكر الدعاء لزوجك وأولادك الكرام، أنت حضرتك بتقولي أنك روحتي زورتي أخت الزوج قبل ما تدخلي البيت، يعني طردت حضرتك وقالت دي ما تدخلش عليا. بالنسبة لهذا السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أنا واحد جالي حتى لو أنا زعلانة منها ما ينفعش أن أنا أطردها، ليس هذا على الطريقة الإيمانية التي يحمد صاحبها أنه بيقوم بها. من كان يؤمن حقا بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن إكرام الضيف أن احنا نرد الناس حتى لو الناس دول أساءوا لينا. فأنا بس أذكرك بهذا الحديث لتقر عينك، أنت حبيتي تقومي بعمل خير فإن شاء الله أنت على خير وأنت مأجورة وأنت ليكي الثواب العظيم الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان بيعامل غيره بأصله وبمدى عمقه في إيمانه. كل ما الإيمان يشتد أنا ما بشوفش الناس، أرى الله فيه فبخاف، أحسن إلى من أساء إلي وأصل من قطعني وأعطي من حرمني. ولا مانع من إن الإنسان مش يعتزل، نيته مش اعتزال الناس، اعتزال إذاية هؤلاء، أن يعتزل الإنسان ما يؤذيه من دون مشاكل مع أحد. يا ست أم يوسف.